بسم الله الرحمن الرحيم. بن فايق فتح، إطار مفتش في التخطيط التربوي، مدير ثانوية ولاد زراد. تنحضر لهذا الملتقى لأن ضمن اللجنة المنظمة، هو الملتقى 11 للإعلام والمساعدة على التوجيه لفائدة التلاميذ الثانية بكالوريا. هذا الملتقى اعتدت الجمعية أنها تنظمه كل سنة، وهذه السنة هذه يوافق 14 و15 ابريل لفائدة التلاميذ من جميع المستويات ومن جميع المؤسسات التعليمية. فهو تسهل المامورية على التلاميذ من اجل معرفة الافاق ما بعد البكالوريا، وتساعد ايضا مناسبة لطرح مجموعة الاسئلة والاجابة على اسئلة التلاميذ والتلميذات الثانية بكالوريا بالخصوص في مختلف التوجهات وجميع الشعب. تلاميذ ديال ثانوية ولاد زراد ايضا من التلاميذ المعنيين بهذا المساء، هذا سيحضرون ان شاء الله هذا المساء الى الملتقى لإجابة وتقديم استفساراتهم والاطلاع على كتب عن هاد الاستفسارات ديالهم والتوجهات ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنتمنى التوفيق والنجاح للملتقى. بوادر الملتقى تتشارك فيه 25 مؤسسة وخاصة الجامعية، ثاني بالإضافة إلى 11 مؤسسة من الخصوصية، وهي مناسبة للتلميذ والتلاميذ لتقديم أو الاستجابة لأسئلة التلاميذ والتلميذات في الثانية بكالوريا إن شاء الله، لمعرفة الآفاق ما بعد البكالوريا ولتسهيل المامورية عليهم وعلى أوليائهم وعلى الإدارة التربوية كذلك. شكرا للأستاذ وشكرا للأهل. شكرا.